ونبع الأصالة والتاريخ، تحتفي بيومها كسائر مدن العالم. نعم، تحتفي وقد أشرق فيها الخير والعطاء. لم تعد فقط تلك المدينة التي تحتفل بتاريخها وحضارتها العريقة، بل بحاضر إنجازاتها. اليوم وفي جولتنا مع كاميرا استوديو النهار في مديرية الصافية، أفرحتنا تلك المشاهد من الحراك التنموي الذي تشهده هذه المديرية، فهذه المعدات والآلات ترسم بعض ذلك الفرح، حيث نشاهدها تعيد رصف هذه الشوارع والأزقة التي أثرت فيها عوامل الزمن، في شهادة حية لنجاح تجربة المجالس المحلية. نعم، أدى الدور الذي عليه، وهو موجود على وجه الأرض أمامكم. نحن نسرور بإنجاز العمل الكامل بموفي العقد بجودة العالية. سوف نبذل جهود بتنفيذ المشاريع الأكثر في المستقبل. طبعا نرجو من الجهات المختصة تواصل تساعدنا في تنفيذ المشروع في الخاصة في المعمل أو في المجال الأخرى. بالنسبة لهذا المشروع، هو مشروع ترميم وزفلتات وإضافة طبقة إضافية للشوارع في مديرية الصافية، وتكلفة المشروع حوالي 150 مليون. وقد وجدنا كل التعاون من المجلس المحلي، وتقريبا قد نفذنا حوالي نصف المشروع، ومعظم الشوارع الآن أصبحت يعني في حالة جيدة. ومن مديرية الصافية وشارع تعز هذه المشاهد لغرس الأشجار وسقيها في استمرار الرسم ملامح الجمال الطبيعي إلى جانب جمالها التاريخي والحضري. المجلس المحلي في مديرية الصافية بجهود تبدو معالمها واضحة يخلص للتجربة من أجل اليمن، وفي تنفيذ لبرنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي. عشرات المشاريع الإنمائية والخدمية في هذه المديرية في الطرقات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها، والواقع يروي لنا وبالصورة بعض من ملامح هذه المشاريع، كهذا المشروع التعليمي المتمثل بمدرسة باكثير. المشروع يتكون من 24 فصل زائد بدروم زائد مقصف زائد حمامات جنا حمامات خارجي زائد غرفة حارس، بالإضافة إلى الملعب طائر مع التنس الميدان وسور، اثنين معامل، معمل فيزياء ومعمل كيمياء. تكلفة المشروع 128 مليون. على وشك الانتهاء إن شاء الله، جاهز الآن يعتبر تقريبا. وهذا المشروع واحد من المشاريع الصحية في مديرية الصافية يجري العمل فيه. ومن ملامح المصادفة الجميلة ومع مرور كاميرا استوديو النهار لاستطلاع بعض مؤشرات التنمية التي تشهدها مديرية الصافية بأمانة العاصمة، استوقفنا مشهد رائع وبشارة خير أخرى في سبيل سعاد هذه المدينة الرائعة وأهلها، كانت تدشين إنارة السائلة في استكمال لوجه هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي يمثل نقلة حيوية في مجالات البنية التحتية التي تشهدها أمانة العاصمة ومنها مديرية الصافية. هذا المشروع يعتبر تتويج لجهود المجالس المحلية في تحسين ومتابعة المناطق المختلفة تطويرها، وهذا المشروع طبعا تم بواسطة المقاول محمد عبد الله الأصبحي. تكلفة المشروع في حدود 1,400,000,000. في ختام المشروع هو بيكون تدشين لجهود كل الإنجازات اللي عملوها الأخوان، من سواء كان من المجالس المحلية أو أمين العاصمة أو وحدة الإشراف أو المهندسين المقاولين، حتى أصغر عامل تعب في هذا المشروع وأنجز. فالآن تعتبر الإنارة هي خاتمة الصورة الجمالية اللي بتعطي العاصمة صنعاء دورها الحقيقي، وتظهر جمالها اللي هو المفروض كل العالم يكون مطلع عليه. وفي دور استثنائي ومهم للغاية للمجلس المحلي في مديرية الصافية، يأتي توفير القمح لأبناء هذه المديرية بسعر المؤسسة بالاتفاق والتعاون مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وذلك ما سجلته عدسة كاميرا استوديو النهار وبالصدفة المحضة أيضا. آليتنا في الأمانة أن احنا نستقبل رسائل من أعضاء أو مدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية، فبننسق معهم
على أساس أن احنا ننزل اليوم مثلا الحي الفلاني، فننزل بالقاطرات وننزل القمح ويتم البيع بصورة مستمرة، ولدينا إمكانيات ولدينا كوادر ولدينا كل شيء، والمهم أنه التعاون بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية والعقال والمواطنين في الدرجة الأولى. وعذرا مشاهدينا، ليس ذلك كل ما هنالك، بل هناك الكثير، وإنما كانت جولة كاميراتنا سريعة وشهادة شكر من برنامجنا للمجلس المحلي في هذه المديرية على جهوده الرائعة، ونقدمه كنموذج لبقية